أحسن الله إليكم. أخيرا تسأل السائلة أم عبد المحسن في آخر أسئلتها الطويلة وتقول: كيف يكون الاستغفار لمن اغتبناه؟ إذا اغتاب الإنسان مسلما فإنه لا بد من أن يتحلل منه ويطلب منه المسامحة، إلا أن يخشى أنه إذا أخبره أنه يزيد غضبه ويزيد القطيعة بينهما، فإنه لا يخبره ولكن يثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها ويدعو الله له ويستغفر له. وكذلك إذا كان الذي اغتابه قد مات فإنه يستغفر له ويدعو له ويثني عليه. نعم.